عادي انا مسلح، انا باسم المسلحين الجناح المسلح لجبهه الثوره. انا ما اتكلم الا عن لسان الجناح المسلح لجبهه الثوره. نريد الكل خيرا. هذم هم ابناء تعز، هذم هم شرفاء تعز، هذم هم الذي يعبروا عن محافظه تعز. وليس انت يا قيران والمجموعه القليله يعني من حفرة هذه الأمة، هذا الشعب اليمني هم مع حفرة الشعب اليمني. أما الشعب اليمني هم مع أبناء تعز، وأبناء تعز مع الشعب اليمني. نقول لخيران يسلم نفسه لأقرب محكمة شرعية تتشكل إن شاء الله بعد نجاح الثورة، ويقلل من الإجرام ولا تجذب على مستوى السعيدة، على مستوى السعيدة. ونقول نحذره من الإمساس بأي مسلح من الجناح المسلح لقيادة الثورة الآن لثورة الشباب. نقول له يعني سيلقي الخط إحنا على عدة مطلوبين من الأجهزة الأمنية، مسؤولي الأجهزة الأمنية وسلاحهم لبيوتهم. والسلام عليكم.